بتاعت هنمسك كل بارت من السيل ونعرف ايه هي الفانكشن بتاعته. تمام، قال لك يا سيدي مش احنا قلنا ان الهيومن والانيمال بلانت كلهم عندهم مالتي سيلر اورجانيزم؟ اه، قلنا المالتي سيلر دول بيتكونوا من ايه؟ قلنا بيتكونوا من ميني سيلز كلهم different in shape and structure، بس هما similar في ايه؟ هما كلهم similar in their structure، يعني هما مختلفين في الشيب بتاعهم، ولكن الاستراكشر بتاعهم ده في البارتس اللي موجودة جواه بتبقى اغلبها similar. يعني انت لو جيت قارنت الانيمال سيل بالبلانت سيل هتلاقيهم هما الاتنين similar في بعض الحاجات، والديفرنس بتاعتهم بتبقى قليلة جدا. تعالى بقى بالراحة كده ناخد كل جزء ونعرف ايه الفانكشن بتاعته. اول جزء هنتكلم عليه هو السيل ممبرين. احنا عرفنا السيل ممبرين ده بيبقى فين؟ بيبقى surrounding the cell، بيبقى حوالين السيل، هو اللي بره ده. تمام، هنا بيقول لك ايه السيل ممبرين؟ it is the outer lining of the cell، ده اللاين الخارجي المحاط بالسيل. طب معلش يا ميس، ايه الفانكشن بتاعت السيل ممبرين؟ اول فانكشن مهمه قوي 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 ان هو بيعمل بروتكت ذا سيل، بيحمي السيل. طب بيحميها ازاي؟ يعني بيحميها ان يحصل لها اي حاجه. مش السيل دي من جواها سيتوبلازم؟ اه. جواها اورجانيلز؟ اه. جواها نيوكليس؟ اه. فهو لو مش موجود حوالين الحاجات دي كلها، الحاجات دي ممكن تقع او تخرج بره السيل، ما تعرفش تقعد في مكانها. فهو السيل ممبرين ده بيعمل بروتكت لكل الحاجات اللي موجوده جوه دي. طيب يا ميس بيعمل ايه تاني؟ قال لك it controls the substance that can enter or leave the cell through the معرفش ايه. يعني ايه الكلام ده كله؟ هو بيبدأ يتحكم يعمل كنترول في الحاجات ال enter or leave، في الحاجات الداخلة للسيل والحاجات الخارجة منها. يعني ايه؟ فاكرين أول لسن خالص كنت بقول لك السيل دي محتاجة ووتر، صح؟ الووتر دي لو انت دخلها كمية ووتر كبيرة السل دي هيحصل لها بريست، هتنفجر. اما مين اللي كان بيتحكم في دخول الووتر؟ هو السيل ميمبرين. تمام؟ يعني بس السيل ممبرين ده يعني زي البريكس كتيرة كده اللي بتبقى حوالين البيت، صح؟ ايوه بالظبط، او زي الباب بتاع البيت. الباب ده مش انت ممكن تفتحيه تدخلي ناس وتقفليه لو انت مش عايزه تدخلي حد؟ هو السيل ميمبرين ده كده. بتدخل الاحتياجات بتاعة السيل ولكن بيطرد الباقي اللي هو مش محتاجه. بالظبط كده، شطورة. ايه يا ايتن، رفع ايديكي ليه؟ يا نسمع لنا شرحي، هنخلص الساعة كام؟ هنخلص الساعة 10 بإذن الله، 10 و10 كده يعني، مش هنتأخر أوي. تمام، نرجع لموضوعنا. كنا بنقول إن السيل ده بيعمل كنترول لكل السبستنس اللي انتر اور ليف ذا سيل. طب ازاي يا ميس بيعرف يعمل كنترول؟ قال لك في حاجة اسمها سيلكتيف بريمبابيلتي. يعني ايه بقى الكلمة دي؟ ركز معايا عشان هتسمع حاجات جديدة على نظرك خالص. يعني ايه سيلكتيف بريمبابيلتي؟ قال لك السيلكتيف بريمبابيلتي ديت بتبقى زي فتحات صغيرة كده موجودة، الفتحات دي هي اللي بتعمل الاو للسبستنس، بتسمح للسبستنس تدخل او تسمح للسبستنس تخرج. عارفين زي مين؟ زي الاستوماتا اللي كانت موجودة في الليف، كانت برضو عبارة عن فتحات موجودة في الليف تدخل كربون دايوكسيد وتخرج بس أكسجين. هي قال لك ثانية، إيه؟ هي دي اللي هي ديت اللي هي النقط الصغيرة دي. لا لا، ده دي بتبقى فتحات صغيرة في السيل ممبرين زي ما أنا عاملة كده بالقلم، فتحات صغنونة خالص زي أكنك السيل ممبرين ده بصي كده مقطع في نفسه كده، مقطع في نفسه كده عشان السيلكتيف بريمبابيلتي موجودة. تمام، قال لك يا سيدي يبقى انت كده عرفت مين السيل ميمبرين وكمان عرفت الفانكشن بتاعته. تعال ندخل على اللي بعده. في حاجه جوه السيل اسمها سيتوبلازم، وعرفنا ان ده جيلاتينوس ليكويد. تمام، قال لك الجيلاتينوس ليكويد ده اللي هو عامل زي الجيلي ده بيعمل ايه؟ قال لك which all other cell parts flow، بيخلي كل البارتس اللي موجودة جوه السيل يحصل لها فلوت زي كأنها بتعوم كده، زي المية. لو انت رميت في المية حتة كورك اللي هو فلين او حتة ستون طوبة، الكورك او الفل ده هتلاقيه بيعمل فلوت اون ذا ووتر، بيطفو على سطح الماء.
اما حته الستون او الطوبه دي لو رميتها جوه الميه هتلاقيها بتنزل لتحت. فقال لك السيتوبلازم ده موجود عشان يخلي كل البارت بتاعت السيل يحصل لها ايه يا ميس، يحصل لها فلوت. يبقى احنا كده عرفنا مين هو السيل ممبرين، وكمان عرفنا مين هو السيتوبلازم. تعالى ندخل ناخد حاجة تانية. عارفين الحاجات الحلوة اللي لونها يلو شوية على براون دي؟ دي بنسميها ايه يا ميس؟ دي بنسميها ميتوكوندريا. ميتوكوندريا مين بقى الميتوكوندريا دي؟ ركز معايا قوي 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 قوي، لان الميتوكوندريا دي مهمة قوي 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 فوق ما انت تتخيل. تمام، بتعمل ايه يا ميس الميتوكوندريا دي؟ قال لك الميتوكوندريا دي يا سيدي they are of one organelles، دي من بعض الاورجنز اللي موجودة جوه السيل. بنسميها ايه؟ بنسميها الباور هاوس. يعني ايه الباور هاوس؟ عارف الانرجي اللي جسمك محتاجها مين اللي بينتجها؟ هي الميتوكوندريا. الطاقة أو الباور اللي جسمنا محتاجه الميتوكوندريا هي اللي مسؤولة عنه. الميتوكوندريا لو مش موجودة جوه جسمك أنت مش هتقدر تعمل أي أكتيفيتي. تمام؟ يبقى الميتوكوندريا دي بنقول عليها إيه يا ميس؟ بنقول عليها الباور هاوس. يعني إيه باور هاوس؟ يعني مصنع الطاقة أو بيت الطاقة اللي موجود جوه السيل. تمام، تعالوا نعرف بقى ايه هي الفانكشن بتاعت الميتوكوندريا. محدش يفتح المايك يا شباب وانا بتكلم ارجوكم، على اما اقفل المايكات عليكم، محدش يفتح المايك. تمام، قال لك تعالى نعرف سوا ايه الفانكشن بتاعت الميتوكوندريا. قال لك الفانكشن بتاعتها ان هي بتعمل بروفايد ذا سيل ويز انرجي، بتدي السيل كل الانرجي اللي هي محتاجاها. طيب هل يا ترى بتدي السيل الانرجي بس؟ قال لك لا، عشان تدي السيل الانرجي اللي هي محتاجاها لازم تعمل حاجة معينة. ايه الحاجة اللي هي بتعملها؟ ان هي need by converting sugar inside the cell، بتحتاج sugar عشان تبدأ تحوله الانرجي. فاكر البلانت كنت بقولك ايه؟ البلانت ده بيعمل فوتوسينسز، وبعد ما يعمل فوتوسينسز بينتج الجلوكوز شوجر. الجلوكوز شوجر ده هو ده الفود بتاع البلانت. فقال لك السيل دي عشان تبدأ تديك انرجي محتاجة شوجر، عشان تمسك الشوجر ده تحوله تعمل له كونفرتد لانرجي. طيب بتعمل له كونفرتد لانرجي عن طريق ايه يا ميس؟ لازم حاجة جواها هي اكيد اللي تعمل له كونفرتد. زي كأنك مسكت برتقانة ورحت عند الخلاط حطيتها جوه الخلاط وحطيت شوية ووتر وحطيت شوية شوجر وعملت عصير اورنج جوس، عصير برتقال. فقال لك لازم الميتوكوندريا دي موجود حاجه جواها هي اللي بتحول الشوجر لانرجي. ايه هي بقى الحاجه اللي بتحول الشوجر لانرجي؟ بنسميها السيلولار ريسبيريشن. يعني ايه الكلام ده بالراحه كده؟ السيلولار ريسبيريشن بنسميه زي تنفس خلوي بتعمله الميتوكوندريا. مش عايزاك تعرف معناها بالعربي خالص دلوقتي، عايزاك تعرف المينينج بتاعها ان انجلش. يعني ايه بقى سيلولار ريسبيريشن؟ قال لك السيلولار ريسبيريشن دي بروسيس بتحصل فين؟ بتحصل انسايد ميتوكوندريا، بتحصل جوه الميتوكوندريا. طب بتحصل ازاي يا ميس؟ قال لك اول ما الاكسجين بيبدا يخش للميتوكوندريا بتبدا الميتوكوندريا دي تاخد الاكسجين وتعمل له يوز to obtain the chemical energy، بتبدأ تحوله لكيميكال انرجي بيبقى موجود جوه الفود. فالكيميكال انرجي ده بيعمل help للسيل to make their function، بيساعد السيل ان هي تنتج الانرجي بتاعها وتبدأ توزعه على كل الاجزاء اللي موجوده حواليها. يبقى تاني بالراحه، الميتوكوندريا دي الباور اوف هاوس. تمام، بتعمل ايه؟ بتدي السيل الانرجي اللي هي محتاجاه. عشان تدي السيل الانرجي هي محتاجه شوجر، عشان تمسك الشوجر ده تعمل له كونفرتد انتو انرجي. مين اللي بيساعدها؟ ايه يا نور؟ اللي هو الجلوكوز. الجلوكوز؟ لا، قصدك على اسمه ده جلوكوز شوجر يعني؟ ايوه الجلوكوز شوجر ده موجود في البلانت، اما الانيمال والهيومن عندهم شوجر عادي. اوكي ماشي. مين اللي بتساعد الميتوكوندريا ان هي تعمل تحول الشوجر لانرجي؟
هي حاجة اسمها السيلولار ريسبيريشن. مين يا ميس السيلولار ريسبيريشن؟ دي بروسيس، عملية بتبقى داخل الميتوكوندريا، بتاخد الأكسجين اللي هو موجود فين؟ قال لك موجود جوه الفود، بتاخد الأكسجين تبدأ تحوله الكيميكال انرجي موجودة جوه الفود، والكيميكال انرجي اللي موجودة جوه الفود دي بتساعدها ان هي تعمل الفانكشن بتاعتها. بس كده، يبقى انت اول ما تاكل فود، الفود ده جوه كيميكال انرجي، تبدأ تتحول جوه جسمك لإيه؟ لإنرجي، عشان جسمك كله ياخد الانرجي دي ويبدأ يوزعها والميتوكوندريا تخزنها جواها، تبدأ انت تعرف تعمل كل الاكتيفيتي اللي انت محتاجها. تمام، زي الكلام ده كنا برضو قايلينه السنوات اللي فاتت. تمام، عايزين يا مس نعرف مين هي النيوكلس، النيوكلس الحلوة اللي موجودة في السنتر اوف ذا سيل دي. قال لك يا سيدي النيوكلس ديت اتس كنترول اول ذا سيل اكتيفيتي، بتتحكم في كل حاجة بتعملها السيل، اي حاجة بتعملها السيل هي بتتحكم فيها. طب ازاي بقى؟ قال لك ركز معايا، اول حاجة formation of protein، بتبدأ تكون لك البروتين اللي جسمك محتاجه. انا دلوقتي مثلا بشرح، فقبل ما اشرح محتاجة ان انا اكل كويس، اشرب كويس عشان صوتي يبقى كويس معاكم واعرف اشرح لكم كل حاجة باستفاضة. اما لو انا مش واكلة تحس صوتي ضعيف وصغير، محدش سامعني ومش فاهمين اي حاجة، يبقى انا عشان اقدر اعمل اي حاجة محتاجة بروتين ومحتاجة انرجي. مين هي اللي بتعمل الكلام ده؟ النيوكلس، هي الفورميشن بروتين للاور بودي. تمام، بتعمل ايه تاني النيوكلس دي؟ قال لك سيل ديفيجن تو فورم ا نيو سيل. فاكرين في ليسون 1 كنت بقول لك ايه؟ عشان انت يحصل لك جرو لازم السيل الواحده تقوم مقسومه نصين وتبقى تو سيل، صح؟ فاكرين الكلام ده ولا ناسيين؟ طب اتمنى يا مس معلش نعم عندي سؤال، اتفضل. لما السلة تقسم نفسها نصين بتصغر ولا بيفضل حجمها زي ما هي، نفس يعني يصغر الحجم، حجمها؟ نفس الشيب والسايز وكل حاجه، بتتقسم بتبقى نفس كل حاجه، زي كأنك جبت اخين توأم حاطتهم جنب بعض. تمام ماشي. قال لك يا سيدي اما السيل تتقسم نصين يبقى تمام. تو سيل، مين اللي بيساعدها على الديفيجن اللي بيحصل ده؟ هي النيوكلس. اي نيوكلس بتساعد السيل بتاعتها ان هي يحصل فيها ديفيجن عشان تعمل نيو سيل. تمام، يبقى النيوكلس دي مهمه جدا، بتديك بروتين وكمان بتساعدك في عمليه الدايفيجن بتاعت السيل. تمام، واحنا كده عرفنا مين النيوكلس، عرفنا مين السيل ميمبرين، وكمان عرفنا مين السيتوبلازم، وعرفنا مين الميتوكوندري. هل في حاجات تاني؟ قال لك اه اكيد طبعا، اخر حاجتين خلاص، انا عارفه ان انا صدعتكم النهارده. تمام، اخر حاجه اللي قبل الاخيره حاجه اسمها الاندوبلازم ريتيكولم. يعني ايه بقى الكلام ده؟ ركز معايا، الاندوبلازم، نعم، هي الكلمات الحقيقية يا مس اصل هي غريبة قوي. الاسماء غريبه، ايوه ما انا عارفه الاسماء غريبه على سماعكم حتى، فانتوا الاسماء دي هتقعدوا تحفظوها بالورقه والقلم كويس قوي عشان اسماء غريبه ليه؟ قوي. فبروحة كده اسمها اندوبلازم ريتيكولم او اندوبلازماتيك ريتيكولم. تمام، بتقسموا الكلمه اندو بعد كده بلازماتيك بعد كده ريتيكولم. تمام ماشي، مين هو الاندوبلازماتيك ريتيكولم ده؟ قال لك يا سيدي ده اورجانيلس موجود داخل السيل، اهو ده شكل اهو الحلو اللي انا عاملاه لي سيركل. الاندوبلازماتيك ريتيكولم ده بيعمل ايه؟ قال لك يا سيدي it help collecting and transporting protein inside the cell، بيبدأ يجمع البروتين جوه السيل بتاعتك عشان يعمل ايه؟ to build and repair the cell. انت دلوقتي اول ما ايديك تتعور مش على طول فورا بتلاقي ايديك دي بتنزل دم؟ اه، مكان التعويرة دي ازاي بيرجع نفس الشكل الحلو بتاع ايدينا ده من اول وجديد؟ ما فكرتش انت مرة كده اول ما تتعور في ايدك، ايدك الجلدة كده بتتشال، ازاي الجلدة دي ربنا بيخليها ترجع تاني؟ قال لك الاندوبلازميتيك ريتيكولم ده هو اللي مسؤول عن كده. اي حاجة تحصل في جسمنا، مثلا اتخبطت في رجلك، بتلعب كرة وقعت على رجلك اتخرشمت، مثلا بنلف الطرحة وايدينا اتشكت بالدبوس، بنقطع الفلفل وايدينا اتقطعت مع الفلفل، كل الحاجات اللي بتحصل فينا دي ازاي بترجع تاني يحصل لها ريبير
بتتصلح عن طريق الاندوبلازماتيك ريتيكولوم. ربنا خالق جوه جسمنا حاجات عظيمة جدا، وانتوا السنة دي بتدرسوا حاجات حلوة كتير قوي، فانتوا خدوا المنهج على ان هو حاجة فعلا حلوة، ومش عايزاكم فعلا تكرهوا الساينس خالص، على الرغم ان منهجكم يعتبر تقيل شوية، بس في حاجات عظيمة كتير. لو انت مثلا ما جاش في دماغك قبل كده انا ازاي ما اتعور ايدي بترجع تاني ولا كأن حاجة حصلت، فانت لازم يجي في دماغك ان دي حاجة عظيمة من عند ربنا. تمام خديجة رفع عليها. ايه يا خديجة؟ نعم لسه واحد يقول لو اتعورنا لو نزل دم كتير مش كده بيحصل لنا نقص في الدم؟ لا، ما انت اكيد مش هتفضلي تنزيفي كتير، يعني اللي هو اخرك مثلا 2 seconds لو يعني تعورة دقيقتين. يعني كبيرة لو تعويرة كبيرة اه لازم طبعا تروحي المستشفى فورا عشان يخيطوا لك الجرح، عشان اما تنزفي كتير هيحصل طبعا لوز اوف بلاد، هينقص الدم في جسمك اكيد. فعشان كده اما حد مثلا بيتعور تعويرة كبيرة قوي على طول بنوديه المستشفى يتخيط التعويرة بتاعته، ومع ذلك بعد ما يتخيط التعويرة بتبدأ ترجع تاني، بيبقى شكلها خلاص ولا كأنك حصل فيكي اي حاجة. ده كله عن طريق برضو الاندوبلازميتك ريتيكولوم. تمام، يبقى احنا كده عرفنا مين هو الاندوبلازميتك ريتيكولوم ده. تعالى ناخد اخر حاجة خالص وخلاص اريحكم من رغي، اللي هو اسمه جولجي ابريتس. اللي هو ده مين هو الجولجي ابريتس ده يا ميس؟ قال لك هو ده one of organelles of the cell، ده عضو موجود داخل السل. بيعمل ايه بقى؟ ركز معايا. It help in packing and transforming different material. ده بيساعدك ان انت تنقل الماتيريالز المختلفة. مثلا انا سيل انيمال سيل وجنبي انيمال سيل تانية، انا عندي ووتر عايز انقلها لاختي اللي جنبي، مين اللي ينقلها لي؟ هو الجولجي ابريتس ده، ياخد الووتر من عندي يبدأ ينقلها، يخرجها بره كده، يقول لها اخرجي بره روحي للسل اللي جنبنا. طيب بيعمل ايه تاني؟ بياخد الووتر ديت يا اما ينقلها between السيلز يا اما out of cell، يخرجها بره السل. انا مثلا دلوقتي عندي كميه ووتر كبيره قوي، الووتر دي انا مش عايزاها جوايا، يعمل ايه جولجي دوت؟ يقول لها خلاص مش انت مش عايزه الووتر يا سل، انا هاخدها منك اخرجها بره خلاص ولا كأنك عايزه اي حاجه. يبقى احنا كده جولجي ابريتس دوت برضو يعتبر جهاز مهم، كل الاجهزه اللي جوه الانيمال سيل مهمه يعني. تمام يبقى احنا كده خدنا مين هي السيل ميمبرين وجواها حاجه اسمها سيلكتيف بريمبابيلتي، تاني حاجه الميتوكوندريا، واهم حاجه ان هي باور هاوس، بيت الباور، وبيحصل جواها حاجه اسمها سيلولر ريسبيريشن. خدنا بعد كده السيتوبلازم وعرفنا هو جيلاتينيوس ليكويد، بعد كده خدنا مين النيوكليس وعرفنا ان هي مهمه جدا في عمليه الدايفيشن بتاعه السيل، وخدنا الاندوبلازميتك ريتيكولم. اندوبلازميتك ريتيكولم بيعمل ايه ده؟ قلنا مهم جدا 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 عشان هو اللي بيساعد اي تعويره تحصل في جسمنا ان يحصل لها ريبير تاني، تتبني من اول وجديد. اخر حاجه جولج ابريتس، وده اللي يا اما بيخرج الماتيريال الزايده او بتوين السيلز. تمام دنيا الدنيا تمام ولا في مشكله؟ الدنيا تمام يا مس. تمام يا ميس. ماشي الحمد لله. يلا بقى رايز هاند عشان نحل، هنحل كتير بقى، رايز هاند بقى كلكم هتحل، محدش مش هيحل النهارده. ماشي يلا ياسين نمبر 1. اوكي. Cytoplasm controls the cell division to form new cells. ايه True. رأيك في الكلام ده يا راجل؟ يا راجل اللي بيساعد في عملية الدايفيجن هو السيتوبلازم. لا مش الدايفيجن، برافو. أمال مين اللي الريسبيريشن. بيساعد؟ اللي بيساعد في عملية الدايفيجن لسه قايلة لك النيوكليس، اي فقلنا السيتوبلازم المفروض نكتب نيوكليس. برافو عليك شطور. آه يلا يا نور نمبر 2. the cell organelles float in the silo سيتوبلازم. سيتوبلازم ترو. برافو عليك، السيتوبلازم فعلا هو اللي بيساعد الاورجانيلز ان يحصل لها فلو. تمام يلا ندخل نحل شويه من الهوم ورك اللي انتوا تعملوه. تمام يلا يا ايتن نمبر 1. The body of
يونيس يعني سيلر. كده نسمع. اه سامعاكي يوني سيلر، يوني سامع كده كويس. سامعاكي. اه هو ده يعني مس اللي هي الأسئلة على ليسون 3. اوف، اه تمام. اللي هي بيج أعتقد 32، مني ساوس بيج 32. هي استاذه ايتم هتكون دي دي صح؟ دي يا راجل. يوني سيلر، يوني لا سيلر، ثواني 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 ثواني، براحتك، هتكون ايه؟ برافو عليكي. طبعا اليوني سيلر بتتكون من one cell only. تمام، يلا يا خديجة ناخد كل البنات ورا بعض. يلا يا خديجة نمبر 2. The following organism are except examples. examples of organism except كل اللي قدامك دول مالتي سيلر اورجانيزمز ما عدا مين؟ horse لا، الهورس ده من الانيمال، والانيمال بتبقى مالتي سيلر. people tree ابل تري. لا برضو ده من البلانت، والبلانت از مالتي سيلر. احنا قلنا human حاجة حاجة واحدة بس هي اللي مش مالتي سيلر، هي البكتيريا. قلت لك البكتيريا دي يوني سيلر، هي الوحيدة اليوني سيلر. أي حاجة تانية موجودة في الدنيا مالتي سيلر. أوكي يلا يا أسيل نمبر 3. Which of the following is the correct arrangement of the structure of most molecular organism bodies? مالتي سيلر مش مالتي، مالتي سيلر تبقى بي تبقى بي. برافو عليكي شطورة. السيميلر سيل بتكون التشو، والتشو يكون الأورجانز، والأورجانز يكون السيستم. شطورة يا سين. يلا يا أحمد يا شريف نمبر فور. كامس. Stomach is composed for a group of different system. الاستومك يا راجل، يا راجل التيل. لا Stomach is composed of a group of الاستومك different دي اصلا اورجانز. organ. Organs. الاستومك هي اورجانز، الاورجانز بيتكون من جروب اوف ايه؟ Tissues. برافو عليك، ركزوا بقى يا شباب. الاستومك ده اورجان، الاورجان بيتكون من تيشوز. تمام ماشي. يلا يا سي نمبر 5. ياسين open your mic. هل أنت معنا ولا مع ناس تانية؟ ياسين 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 مش معانا؟ نعم يا مش يلا نمبر نعم. 5. All the following parts are from the main parts of animal cell except cell wall. cell wall. برافو عليك. تمام اوريكم بقى الفيديو بسرعه اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو بتاع السونج بتاع البورتس دوت. و خلاص يبقى احنا كده خلصنا النهارده. خليكم معايا بس 1 سكند كده. بسم الله. ايه يا ميس، هيكون هوم ورك. ليسون 3 طبعا كله هوم ورك، مذاكره كويس طبعا. عشان ايه؟ عشان عندنا امتحان المره الجايه، واللي ما حلش امتحان المره دي يبعتهولي عشان مش كلكم حليتوه. اوكي. تمام يا مس. اوكي مش ثانية واحدة بس بشغل لكم الفيديو. اوكي ظهر عندكم صح؟ ايوه يا مس ايوه يا مس. ماشي ركزوا بقى. Here's what is self-contained. Out of there is the film that controls what goes in and down. Cell gets energy from source of mitochondria, also known as the powerhouse.
The rhombus and zapus cell with proteins in the cyst and endoplasmic reticulum will carry substances, breaking down materials, lysosomes. The nucleus controls the cell, kind of like a break contains the DNA when cells divide to replicate inside the nuclear membrane full of it was make drivers of both immunities for proteins secreting hormones by the Golgi bodies. Each unit of a cell is an organelle. The membrane keeps substances out inside, some filled with cytoplasm, lysosomes help break things down, energy from mitochondria, protein factories, ribosomes, endoplasmic reticulum, transfer substances like protease, please control them. Cell membrane, mitochondria, ribosomes, cytoplasm, nucleus, the RNA Golgi body, and the nucleus, cell membrane, mitochondria, lysosomes, ribosomes, cytoplasm, nucleus, the RNA Golgi body, and the nucleus. You can look at a plant cell. They have a few different organelles, chloroplasts, vacuoles, and the cell wall. Chloroplasts take the sun in, convert to food through photosynthesis, large vacuoles to food, water, and waste. Cell wall is the outer, rigid cellulose as the protector, to provide structure to the cell. Cell membrane, mitochondria, lysosomes, cytoplasm. بس كده دي البورتس بتاعت ايه.